واجب نهائيا تجاه السياحة. يعني في سياحة والبلدنا آمنة ومطمئنة، بس هن بالنسبة لنا يعني بتسمع برا بقول لك السياحة بالأردن كتير كويسة وفي إجراءات كويسة، بس حكومتنا وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة لن تقوم بأي واجب تجاه السياحة، والسياحة كتير سيئة، يعني تقريبا نسبة الصفر في جميع مواقع المملكة الموجودة سياحة عربية. المغتربين العرب اللي هن أردنيين عايشين برا هم اللي محركين تقريبا الأسواق شوي، أما سياحة خارجية سياحة أوروبية ما في نهائيا بتاتا. الأوضاع هي أوضاع غزة كانت كتير مؤثرة على السياحة بالأردن، يعني لأنه كان السائح كان يجي على دولتين اللي هي فلسطين والأردن، الآن اختصرت على الأردن، وهم إذا بيسمعوا أخبار الأردن من الخارج ما بيجوا، مع أنه الحمد لله رب العالمين الأمور ممتازة وآمنة ومستقرة، بس الوضع الإقليمي اللي هن موجود فيه هو اللي بيخلينا نسوي هيك. أنت شايف في حرب غزة الله يكون بعونهم، هذا اللي هو مأثر على الكل، وإحنا أصلاً السائح لما يجي بيجي عند المثلث كامل، السائح الفردي اللي بيجي عندنا هون بيجي على طريق الطيران العارض، والطيران العارض رخيص، فبكون نفسه السائح اللي بيجي مشكلته إحنا عندنا من الأساس إنه كوانتيتي ولا كواليتي، ما في كواليتي، يعني مش كواليتي السائح اللي هو اللي بيجي بيشتري بطريقة إنه يكون تفيد كل هالبلد، تفيد قطاعات معينة وبيجي بيجي يا بمي يا خدمات أكل وشربه بس، هذا يفيد، أما يمشي زي باقي الدول الثانية يفيد تبع الحلويات ويفيدني ويفيد تبع فلان ولا هاي، هذا الحكي ما في منه لأنه مش كواليتي، جزء بسيط منه الكواليتي فقط. فالمشكلة مش عندنا بس، المنطقة بالكامل السياحة عندها تعبانة يعني، بس ما لهاش دخل بالإجراءات اللي بتقوم بها الحكومة، المنطقة بالكامل كلها على موضوع غزة كل الوضع نايم. يعني لو الأمور كويسة والأمور السياسية المحيطة بالمنطقة ما فيش مشاكل، السياحة في المنطقة بالكامل بتبقى كويسة، إنما السياحة بتتأثر بالأمور السياسية المحيطة بالمنطقة. تمام. بالنسبة للسياحة الداخلية المشكلة كمان إن ما فيش أصحاب المحلات وأصحاب أصحاب المحلات التجارية، مع الأسف الشديد ما عندهمش ثقافة جذب السياح الداخليين، ولاد البلد المفروض ما يطمعوش كتير في المحلات، يعني احنا بنبيع محل زي هذا يعني أسعارنا أقل من أي أسعار جملة، بيروح على جيراننا يقولوا يا عمي احنا مش مصدقين الأسعار اللي عندكم. يعني طبعا بتأثر على الاقتصاد، اقتصادنا احنا كتجار صغار وكتجار كبار على اقتصاد البلد طبعا بتأثر، لأن السياحة بتدر أرباح على الجميع، المرافق السياحية وعلينا وعلى الحركة السياحية وحركة الاقتصادية في البلد. والله الحل يعني مش بيد الحكومة الحل، لأن الحكومة الوضع الاقتصادي عالمي والحروب اللي حوالينا والوضع العالمي حوالينا هو اللي بسبب انه عدم نشاط الحركة السياحية. فالحكومة مش يعني ممكن تساهم وتساعد، لكن الوضع الاقتصادي العالمي مأثر على العالم كله مش بس على الأردن يعني. فحاليا مأثر على الاقتصاد، على الحركة، على التجارة، على دفع الأجرات، دفع الرواتب، دفع يعني مأثر على الحركة الاقتصادية تقريبا في الأردن أو عندنا واقفة أو متوسطة، ما في كفاية لتسديد المصاريف ولتسديد النفقات ولا بس فيها على الحركة الخليجية، يعني السياح الخليجي السعوديين كذا يعني والسياح المحلي بس، أما من برا والله ما في من مرة. طيب زي ما قلت لك عشان احداث غزه ان شاء الله توقف الحرب على خير وسلام، والله يجيب الفيل خير. بصراحه الامور سيئه جدا، يعني من اوضاع غزه لحد الان يعني وسط البلد بشكل عام والسياحه لركود الامور، يعني الامور سيئه جدا، يعني ما في حدا، ما في اجانب، الواحد بركن على السياحه وما في سياحه بالبلد، وهينا بنستنى من هون ان شاء الله تنحل امور غزه والأمور على خير إن شاء الله. يعني بنتمنى أنه يتحسن الوضع وتصير البلد شغلها منيح، وغير هيك كمان ما في سياحة زي أول، يعني تقريبا 20% بس من السياح اللي كانوا يجوا على وسط البلد، والأوضاع سيئة، وإن شاء الله نتأمل يعني أنه يتحسن.